الصراحه انا بتسامح مع لبنى بزاف بزاف و... لبنى واحد السند سند يعني انا ما كنتش غلط فاش قلت لبنى هديه من عند الله عز وجل. تكرم عليا بها ربي تكرم عليا بلبنى. وش غادي نقول لكم انا غنبقى دائما مدين لاي واحد كان السبب فاش تلاقيت لبنى وكيفاش عرفت على لبنى. وانا كيخصني نهتم بالتفاصيل وخص انا نديرهم بيدي نهتم بكل شيء كما لا لا بهراتني في الصراحه يعني جمعت لي الحوايج بواحد الطريقه احترافيه وكتهتم بادق التفاصيل يعني يعني مشكله عندهم حتى الصنداله باش نتمشى في الدار ما نساتهاش البليغه فاش نلبس الجمره نلبس البليغه يعني والصاشي ديالهم صاشي بوحدها يعني بواحد شنو نقول لكم انا بغيتك ملي تجبد الحوايج من الصاط اللي تجبدهم بواحد الراحه ما تبقاش تقلب على هذه وقلب على هذه ولا صراحه انا مرتاح مع لبنى بزاف بزاف و... لبنى واحد السند سند يعني انا ما كنتش غلط فاش قلت لبنى هديه من عند الله عز وجل. تكرم عليا بها ربي تكرم عليا بلبنى. وش غادي نقول لكم انا غنبقى دائما مدين لاي واحد كان السبب فاش تلاقيت لبنى وكيفاش تعرفت على لبنى. راها فهمت مش كنقصد. تحيه كبيره للام ديالها صراحه لعبت واحد الدور كبير يعني بعد ما تشاورت معها قالت هذاك الانسان يقدر يعني يصلح لك وبزاف بزاف ديال لي ديتاي ما نقدرش ندخلوا فيهم في هذا الفيديو. المهم هضره كتجبد ديك الهضره اخرى. المهم تحيه للجميع ولهنا خطيكم. ودابا غندوزو شنو وجدت لي لبنى. شنو وجدتي لي لبنى؟ انا شفت يعني شنو غتحتاج مثلا شحال غتجلس. قلتي لي 3 ايام ياك ان شاء الله. انا درت الحساب على حساب 3 ايام 3 ديال لي شوميز. ليكن في علمكم راه سي محمد هذا هما اللي عنده الطوبيا كاسيد كلشي اللي عندك. اما الباقي اللي في المريض ديال الحياه اليوميه يعني داكشي غير ديال الصخره وهذيك. اما يعني الحوايج هذو اللي عنده 3 محدينهم قويا هذه غتمشي بها البيضه يمشي بها ان شاء الله. وجوج الاخرين يبدل بهم هذو لي شوميز طبعا هذو صوفيت مات ديال الداخل 3 ثلاثة ياك بارك بارك. هادو الملابس الداخلية ديالو 3 ما يجعل بارك. والسريولات ديالو 3 على حسب كل شوميز ما يبقاش بنفس السروال. عندك تبقى بنفس السروال لا تخاف اللي تبدل بدل كلشي. عرفني المهمين بدل كلشي في مرة كنقول بحال كنعجز انا هنا هادي فوطة الدوجة سير باش كنبدلها هادي فوطة ماشي كتبقى فيا. دابا هي في ما نبدل السروال تهزوز دير تصبنو تنقول واش الناس اللي لبستو مثلا عشيات في تصبني خليها غادي يلبسو غدا ما فيها باس. هي اللي عندها ديك الثقافه ديال صافي تحط يتصبن. ولكن كنبغي زعما نحاول على صحتها وتحاول على راسها ما تهبطش على راسها بتمام. وهذه هي القشابه ولا الفوقيه ضروري خص يديها معاه. هذه طبعا حوايج الحمام ضروري في السفر حوايج الحمام ديالو السبوما ديال الحلاقه الشامبان جيل دوش ديالو وهذا ديو دوغو ولا هذا ديال السيك والبارفا هادو ما خصش يخطاو السميطه ديالو. ودابا غادي نجمعو في السميك ناري على لحظه مؤثره ناري على لحظه يا سميك الحياه هكا الدنيا دايره الحمد لله اللهم لك الحمد. انا نبغيك تكون مرتاح وما تنسانيش هذا الشيء اللي نبغي. غنجي نجيهم في الفريق اجي ندير لك هذه الاولى من هنا ديك ما سخينه خويا ديك ما سخينه سيدي ديك ما سخينه وترجع علينا وباش عاد تحلى باش عاد تحلى العيشه بيه هما نقولو هما نقولو هما نقولو تما ديك ميتانا بيت طويله شنو كاين ليها؟ هادي ديال فتح الله يرحمه محمد فتح غنوها بزاف عاودوها بزاف مورا ولكن كيبقى دائما القديم ما كاينش بحالو مولاها الاصلي هو غنى على محمد الخامس الله يرحم الجميع فاش مشى للمنفى اول مره كنعرفها على محمد الخامس انا صحاب لي اغنيه حب وقال على محمد الخامس فاش مشى للمنفى اتصل فيه ذاك انا والنبي اللي ما سخرش وفعلا الناس فعلا كانوا الناس وطنيين بالصح وكانوا الناس
يعني النفيه ديالو. بالنفيه ديال محمد خالد، الله يرحمهم كاملين، الله يرحم الجميع وجميع الاموات المسلمين. حاجه واحده سيتي هلال للغنى هي الفويطه ديال الحمام، باش ما نقول لحد عطيني فويطه الحمام. لا لا غنديرها لك. اسمع مني تشوف واحد الشكل ما داعي لها. غنديرها لك. الله يخليك، شكرا. فرحة بالله هذا الصاك هذا بارك. وحويجة شو؟ طلعوا معايا للطياره. شو السي محمد الحاجه اللي تزولها؟ نرجعها لبلاصتها. لا رجعها لبلاصتها غيجمع لك كل شيء فهمتي؟ ضروري. باش ما يكلفولكش. ضروري. لا لا ما تخافيش عليا. باش ديك الساعه انا غادي نعزل نصبهم نصبهم اللي ما نصبهمش. ايوا سيدي الله ينورك والله يخطيك علينا. راك تلعب واحد الدور كبير في هاد الاسره. شنو نقول لك؟ اللي قلته في حقك ما قليل. والله. هذا ماشي لي فقط مستبعين ولا مجامله ولا حتى شي حاجه ما حتى شي واحد ما حط لي السيف على عنقي ولا الفردي في هذا باش نقول هذا الشيء يعني غير نفاق ولا ابدا. هذا احساس كنحسوا به وهذه حقيقه كنعيشوها في الدار ولا بد ابسط حاجه باش نجازيوها هي نعترفوا بالجميل. هي نسبيا كترتاح كاينه ولا لا لبنى؟ شو يعني ملي كتشوفي انت راسك كديري واحد المجهود وواحد الانسان كيعترف به على الاقل واخا ما كنجازلوكش بشي خلصه ولا بشي حاجه يعني فقط عايشين كيف ما عايشين ايها الناس. ولكن الاعتراف بالجميل كيف كتحسي به؟ شنو كيعني لك؟ الاعتراف بالجميل فضيله. كيعني لك شي حاجه كبيره او لا ولا عندك زي الناقص؟ لا شي حاجه كبيره ان الشكر، الشكر عنده دور حتى في العباده. أوه. كنشكروا الله ها؟ صح. النعم ديالو خصنا ديما نشكروا الله على النعم ديالو ديما نشكروا ربي تعالى. ربي تعالى ربي سبحانه كيبغي الشكر نشكروه فما بالك عاد العبد. ملي كتشكر الانسان كتشجعو. يعني شنو احساسك انك انت كدير واحد المجهود وكتضاعفي المجهود ويجي في الاخر واحد الانسان يقول لك واش كديري لنا كاع؟ فهمتي؟ خايبه. صعيب. لا لا بالعكس يعني عندك واحد الدور كبير في الدار. خايبه ان الانسان ما يعترفلكش. شوف باش نكون واضحين هذا الشيء اللي كندير انا واجب زوجي. صح. والا ما درتوش غنكون مقصره. هذا اب يعني هذا هو الواجب ماشي شي حاجه. تبارك الله عليك حاصه على الواجبات ديالك يعني ما عندي ما نقول. تبارك الله ما شاء الله غير كنوي شي حاجه في خاطري كتحس بيا وتحطها لي. حتى نشرب هذا الماء هي الثانيه. كتحس بيا عطشان بلا ما نقول عطشان. هذا ربي ملي يدخل نحط له الماء صندالته وحاجات. عارف اني كنبغيك وجد اتاي غير كندخل كتشعل البوطه زعما. مع المده ملي كان يعني الانسان كيعيش مع بعضياته. كيفاش نخدو السيستم كيفاش ما نبقاوش نعاودو جيب لي هادي جيب لي هادي جيب لي هادي. هذا هو ارقى نماذج الحياة الزوجية. ملي ما كنبقاوش نهضرو نطلبو الحاجة كنفهمو بعضياتنا هذا هو اللي خصنا نوصلو ليه. يا ربي قدرني. شدات غير بالريح. اللهم امين يا ربي. وكنتمنى من الله يعطينا ربي باش نعوضك. امين. بغيت نعوضك وبغيت ان شاء الله نعيشو التالي نكون حسن من الاول. بحول الله. بالعكاكز هكا. بالعكاكز وحنا كنتهلاو بعضياتنا قاسم شي جريده. ايوا شوف كل لاج وحلاوته. شي حاجه. عرفتي هذاك اللاج الانسان فاش كيوصل له راه بالنسبه راه نعمه من عند الله. انسان وصلوا ربي لواحد السن تبارك الله ما شاء الله غير كنطلبوا معاه الصحيحه. الصحيحه هي كل شيء. الانسان يكون مع حد العمر مستمر وتكون معاه واحد الطاقة ديال الصحة باش تحرك باش تخرج باش تقوم بالواجبات ديالك باش والله يرزقنا ويرزقكم الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. وفعلا هذه لحظات كنعيشها أنا ولبنى شوية لحظة وداع باقي بعد الصاك. ولكن الصاك يعني إشارة على أن القوة للعبد العكس يبدا نوصك. ونوصها يوم ما كتقتل ما كتحيي. شاف ملي كيبغي راجل يسافر نصك نشوفها ما تشوفها هكا نشوف غير واخا انا غندير نضرب ما تشوفها ما تشوفها فكر فيا ضروري وصوني عليا ضروري انت ما تصونش عليا
انا نصور ياك يقول لنا كنصوري 30 مره 30 مره صوري زهير ولا عندنا صوت الضفير تليفون كي احساسك ملي كان تليفون كيصوني 30 مره تليفوني صافي ولا عارف نمسك ولا يصوني راسو دير غافل ياك 30 مره شتي يقول هادي تعطلات ما صوناش صوني انا اش خاسر مشغوله هي مشغوله والله الهلا خطاك امين لبنى لبنى وحدة كاينة في الدنيا ما كاينينش جوج ولا عشرة ولا كاينة لبنى وحدة وكيسمى واحد متوحد إن شاء الله ربي يقدرني وربي يعطيني باش نعوضها والله ديما كنحس بالدين من جهتها وديما كنحس ولكن الحمد لله ربي كبير ربي كبير دي جي أجمل إن شاء الله قادم وأجمل إن شاء الله وكنتمنى لكم حسن سوما حياة سعيدة وتكونوا انتم بخير وعلى خير وتغمركم بالسعاده وفرح او افراح ما فرح واحد ما سي محمد شنو رايك ما يكفيش افراح ومسرات شنو رايك بغيت رايك واش السعاده دابا تاكدتي ان السعاده كتخدم السعاده كنشتغل عليها بالتنازلات وبالصبر وبالتضحيات يعني هاد المسائل كلها مش انها تخلق السعاده في الدار يعني لو كان الانسان متنازل ومضحي راه اكيد غيخلق السعاده صحيح ويكون متسامح في الدار ويكون القلب بيض وتكون الثقة بزاف الحوايج كيخلقوا السعادة راه كنبنيوها طول الثقة أنا نقول لكم الثقة ما حدهم حاضرين اللي دابا الثقة والتسامح والتنازل واحد الشيء كبير واحد الشيء كبير بزاف بزاف دابا أنا لبنى كنثق فيها ثقة عمياء العمر لو كان كيتجبد ويتحط نحطو عندها نخليها ما نخافش على عمري عارفو في الأمان والله هذا غير تعبير لانه ما بقيتش باش نعبر ربي يخليك انا كنثق فيك كثير والله كنثق فيها بزاف كنثق فيها اي حاجه وتايق فيها بان ما غاديش تغير من جهتي تايق فيها بان ما غاديش تخلى عليا سبحان الله هكا الحمد لله داكشي احساس عطاه لك الله ما يمكنلكش تبدلو مع العلم على ان ما عندناش واحد العشره طويله يعني دابا هذه يلاه 6 شهور باش عرفت لبنى هذا هو الخطا سي محمد اللي كيوقع ما نقدروش نحسبوا بالعشره طول في العشره لا ما عندناش مقياس ماشي مقياس طول في العشره ولا يعني تقدر تكون غير 10 ايام كافيه باش الشخص دوزو في السكانير دير له التحاليل تصرفات الشخص وشخصيته هي اللي كتحكم الريزلتا كتكون افيكاس هي اللي كتحكم ماشي طول المده ولا قصر المده ايوا اللي حشمنا واللي خديكم تنتوما علينا وتنتوما وقفتوا معنا وشجعتونا شكرا لكم كاملين وقيلا نقول الناس بسلام عليكم ياك ان شاء الله وخا ما خديناش ان شاء الله في فيديو اخر كيفرحني سي محمد اللي كيدوز معايا في قناه شنو وانا كنحس بالفخر ملي كندوز في قناه لبنينو لان كنعرف بان كاين متتبعين والاكثريه ديالهم لو بار ديالهم ريافا يعني هادشي كيحسسني بالفخر والله لان انا ريافا عزاز عليا بزاف ومنين تقربت منهم لقيتهم فعلا الناس يستحقوا الاحترام ويستحقوا الحب